ومن إنجاز الدولار نخش على إنجاز سعر الذهب. الذهب الذي شرخ ولم يعد، الجرام بيقترب من 4000 جنيه، ودي أسعار الذهب يوم السبت بعد الارتفاعات الجديدة، زي ما بيقول لنا المصري اليوم إن الذهب في أسعاره يوم السبت اللي فات في الساغة وصل الجرام 4000 جنيه عيار 21. أسعار الذهب في مصر عامة ارتفعت حوالي 4.5% على الأقل، زي ما بتقول لنا جريدة المال. ده أسعار الذهب في مصر ترتفع 4.5%، عيار 21 ارتفع 150 جنيه في أسبوع واحد. في الوقت نفسه بتقول لك شعبة الذهب لا يوجد مؤشرات على تراجع الأسعار، يعني لا السيسي يحمر عينيه ولا الأستاذ نشأة الديه يعصب ولا أي حد من الطبالين دول كلهم لو عمل إيه ما عمل، مفيش مؤشرات إن الأسعار هتنزل. ليه سعر الذهب بيزيد؟ سؤال محترم جدا ولازم يكون في رد مقنع. رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية بيشرح لحضرتك علاقة الفيدرالي الأمريكي اللي هناك في أمريكا بارتفاع سعر الذهب اللي هو هنا في مصر في الساغة اللي هي في أي حتة في أي مدينة في مصر. اسمع معايا حضرته هيقول إيه. توقعات بتشير لذلك نتيجة لبعض القرارات الاقتصادية والجيوسياسية أيضا، من تغيرات ممكن في الفايدة على الدولار من الفيدرالي اللي ممكن يقتنع آخر الشهر. الفيدرالي احتمال يخفض، بيخفض الفايدة على الدولار، وده بيساعد ان ده عندي فرد تخرج من الدولار وتشتري ذهب بداله. هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية بيقول لك ايه العلاقة؟ ايه علاقة التوترات الجيوسياسية؟ قلنا قبل كده الجيوسياسية يعني اللي ليها علاقة بالسياسة والجغرافيا، وكل ده في الاول وفي الاخر ليه علاقة بايه؟ بالحرب اللي بقالها 10 شهور في قطاع غزة. نشوف تفسير تاني من سيادة رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية. استاذ هاني، في البداية انا عايز اعرف من حضرتك ايه اسباب ارتفاع الذهب في الفترة الاخيرة؟ الحقيقة تأثر سعر الذهب بصفة عامة زي ما احنا عارفين بيتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية عالميا، لأن هو مرتبط ببورصة عالمية في المقام الأول، وبالتالي التغيرات اللي بتحصل على المساحة خصوصا السنة دي فيها اضطرابات أو فيها من الأمور العديدة اللي بتسبب زيادة في أسعار الذهب. احنا شاهدنا بعض الاضطرابات والحروب في الفترة الأخيرة خصوصا في الشرق الأوسط، بالإضافة للتغيرات الاقتصادية اللي ممكن تحدث نتيجة لتوقع انخفاض الفايدة على الدولار من قبل الفيدرال الأمريكي، ممكن ده يكون في نهاية هذا الشهر، بالإضافة للانتخابات الأمريكية برضو ما يعقبها، أو تأثر الذهب وسعر الدولار اللي فيهم علاقة عكسية ما بين سعر الذهب والدولار عالميا. يبقى أنت عندك مشكلة في الذهب وعندك مشكلة في الدولار وعندك مشكلة في النظام اللي عمال ياخد قروض عمال على بطال، ومنهم وزارة النقل من 5 أيام عايزة 150 مليار تاخدهم قروض، وعايزة امبارح تاخد 90 مليار قروض، كل ده على كتف البلد.